خلوني الاول ارحب بيه الاستاذه رانيا. مساء الخير يا استاذه رانيا. مساء الخير استاذ تامر، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك انت؟ انا كويسه الحمد لله. حابه يعني احييك على المقدمه الهايله واشكرك. اشكرك. صح اللي انا قلته في وفعلا فكره ان الاستعانه بصديق. الاستعانه بصديق ده فعلا وصف يعني ملم او عام، بس احنا حابين نقوله تخصصي اكتر، فهو كارير كوتش. هو حاجة شبه اللايف كوتش، لكن كتخصص أكتر في إيه الكارير المناسب ليك، أو إيه الوظيفة أو الجامعة المناسبة ليك. فإحنا بنحاول ننشر فكرة إن الناس تستعين بمتخصصين دارسين ده ومسماهم كارير كوتش. هاي وحضرتك هي حطيتي ايدك على نقطة عاملة حالة من الصداع في رأس كتير من الأسر، صحيح. ليها علاقة بفكرة انه ازاي اطمن انه انا او ابني او بنتي اخترنا الاختيار الصحيح، او ان احنا هنروح في الاتجاه اللي يناسب قدراتها وفي نفس الوقت يناسب سوق العمل وفقا لمعطيات سوق العمل في مصر، ويبقى فيه فرص للتقدم والانجاز فيها. معاك حق، هو فعلا ده هدف كبير بيأرق الأسر كلها، بالذات مرحلة اختيار الجامعة أو مرحلة الثانوية العامة أو يعني السنوات الأخيرة في الدراسة. دايما بيكون البيت كله متوتر ومش عارف ياخد قراراته بناء على إيه، وإن ده قرار مصيري بيتوقف عليه حياة، يعني حياة كبيرة قدام. صحيح. فلازم نديها القدر الكافي من الاهتمام، يبقى في معايير بنمشي على اساسها هتسهل علينا كتير وهتخلينا ساتسفاي او يعني راضيين بالقرار اللي احنا هنوصل له في الاخر. طيب. الحقيقه ان اهمها ان احنا نكتشف ذاتنا، يعني ان الطالب لازم يكتشف ذاته، دي اول خطوه. حلو. لازم يعرف ايه نقاط القوه والضعف في شخصيته، ايه المجالات الوظيفيه اللي ممكن يقدر يدي فيها او يبقى متميز فيها، كويس. بتبعية نقدر نوصل لإيه الكلية اللي هتناسب للشخصية دي. حلو. طب ممكن نعمل تجربة يا أستاذة رانيا؟ أكيد. يعني بالصدفة البحتة أنا شخصيا واقع في الورطة دي اليومين دول. أنا بالنسبة لبنتي الصغيرة يعني إن شاء الله خلاص هتخش الجامعة، المشكلة بقى في إن إحنا محتارين جدا في فكرة التخصص، خصوصا انها في خلاص اخر سنه في المدرسه في السنه دي وداخله الجامعه ان شاء الله الصيف اللي جاي، وعندنا مشكله شديده في اختيار التخصص، خصوصا لما الولد او البنت يواجهوكي بالكلمه بتاعت انا مش عارف، طب حابه ايه؟ لسه مش عارف انا حابب ايه، او كل المجالات بالنسبه لي سيان وخايفه اختار والاختيار يطلع غلط. أول حاجة الأب أو الأم البيت يعني لازم يكون دوره توعية، لكن مش جايد أو مش دليل هو اللي يقدر يرشد بشكل كبير الطالب إيه اللي أنسب ليه أو ابني إيه اللي أحسن ليه. المفروض ده ينبع من ذاته بمساعدة زي ما قلنا الكارير كوتشز. فأنا يعني لاحظي بس يا زراني ان كلامك جارح كده، ان حضرتك بتستبعدينا احنا كأولياء خالص. لا، احنا دور البيت ان احنا نوصل ولادنا للمتخصصين دول، يمشوا باختبارات وبمعايير معينه نقدر تطلع من الطالب نفسه هو ايه اللي مناسب ليه. طبعا مع الاخذ في الاعتبار بقى مستواه الاكاديمي، واذا كان هو عنده مهارات معينه فنيه او يعني مهارات هو حابب ينميها كمان بالدراسه، فدي حاجه تانية برضو تمام. بناخدها في الاعتبار. لكن هرجع واقول طب لو لحضرتك ان تعارض، دور لو البيت تعارض ولو دي معناها انها حاصله عندي، لو تعارض بمنطق انه مثلا البنوته حابه مجال احنا شايفين انه ممكن تكون هي حباه، بس الحقيقه ان هو مش مناسب قوي لسوق العمل او لطبيعه سوق العمل في مصر، هنا تدخلنا يبقى لاي حد؟ ده سؤال مهم جدا وفعلا بيقابل بيوت كتير. ده بيبقى بيقابل احنا بنحاول نساعد الولاد ان احنا يعملوا زي ماركت اويرنس، ان هم ازاي يعرفوا الوظيفه او الكليه اللي هو هيتخرج منها دي ايه مجالات العمل اللي مفتوحه قدامه فيها، سواء جوه مصر او بره مصر. يعني في لو هو كمان مش عايز يروح للمتخصصين يساعدوه بده، هو يقدر يعمل ده بنفسه من خلال سيرش على اليوتيوب، على الانترنت عموما، بايه هي المجالات اللي متوفره في سوق العمل اللي هيتخرج منها الميجر ده او التخصص ده. تمام. فيقدر يبقى ده ادله، يعني ما يبقاش بس كلام، احنا نقدر نقول لهم وجهه نظرنا وخبراتنا، بس لما الطالب بنفسه هيبحث وهيدور
لا هيلاقي الدلائل الواقعية تقدر تساعده في اتخاذ القرار. وجهة نظر، بس انت شايفة يا استاذة انه القرار في النهاية قرارهم. لان هي دي حياتهم، احنا دورنا نرشدهم. يعني انا بحس ان هي، او انا شايفة ان هي يعني قرار بيشترك فيه كذا طرف، اهمهم الطالب، لازم هو اللي ياخد القرار ويبقى مقتنع بالقرار ده، والبيت او الاب والام هم اللي بيدلوه او بيرشدوه على الاوتلاينز اللي يمشي عليها او اللي يجيب منها لكن المعلومات كرأي بتاعته. استشاري مش إجبار ولا فرض. لا خلاص احنا عدينا الزمن ده، واعتقد ان الولاد والجيل دلوقتي بقى يعني يعرفوا معلومات واوير اكتر كمان من الاسر بايه المتطلبات سوق العمل. يعني كل ما الطالب يكون بيشتغل على نفسه من بدري، كل ما هيقدر يبقى اب تو ديت لايه اللي بيحصل في سوق العمل، ايه متطلباته في العالم كله مش تمام. مصر بس. فاحنا دورنا نرشدهم ونقدم لهم المساعدة من خلال متخصصين. انت متناسيه بس بند مهم جدا يا استاذه رانيا. استاذه اي فن سامعاني؟ اتفضل. مستبعده بند مهم جدا. اللي هو ايه؟ مين اللي بيدفع المصاريف؟ يعني بص يعني حطيها في الحسبان جامد لو سمحتي. لا انا طبعا بقدر ده جدا، بس خلينا متفقين ان كلنا في الاخر همنا مصلحه ولادنا. طبعا طبعا. فحتى لو احنا نفسنا ان هو يطلع زي بابا مهندس دكتور او كذا، في الاخر انا مش هبقى مبسوط لما الاقي ابني مش سعيد في اللي هو بيعمله، او مليون في لا المية. قدر الله بعد ما يدخل الكليه يفشل فيها او يضطر يحول ويبقى ضيع صح. فلوس اكتر بكتير. وحتى على مستوى التجربة والخطأ، لو هو قراره ما كانش موفق في البداية وبعد كده رجع عن هذا القرار، برضه هو هيبقى متعلم من التجربة دي. اكيد هتفيده جدا. تمام. أنا بشكرك يا أستاذة رانيا، وهنلجأ لك بقى بشكل متخصص تفصيلي إن شاء الله، عشان الأزمة اللي عندي دي واضح إن إحنا هنكمل فيها شوية. لا ان شاء الله بالتوفيق، شكرا وتقدروا تدلوها للي فيه الخير ليها واللي هي حباه. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه رانيا شلبي، كارير كوتش زي ما هي صلحت لنا، مش لايف كوتش بس، لا اكثر تخصصا كارير كوتش، الصديق اللي بيساعد الانسان او الشاب على اختيار مستقبله او طريقه او القرار السليم عند الاختيارات.